فريق الأهلي حقق فوز كبير على بلدية المحلة بنتيجة 5-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس لمسابقة الدوري المصري. وبالفوز ده رفع الأهلي رصيده ل 17 نقطة وصعد للمركز التاسع في جدول الدوري، وقف رصيد بلدية المحلة عند 13 نقطة وبيتواجد في المركز ال 13 في جدول المسابقة. منتخب مصر للشباب أدى تدريباته امبارح وشهد المران فقرات بدنية متنوعة بدون الكرة، ده غير تدريبات فنية وتكتيكية على بعض الجمل اللي بيرغب الجهاز الفني في تحفيظها للاعبين. وانتهت التدريبات بتقسيمة قوية، وشهد المران حضور محمد يوسف مساعد المدير الفني لاتحاد الكرة والمشرف على منتخبات الشباب والناشئين. وبيستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية واللي هتقام في شهر أكتوبر القادم. ونادي الزمالك استأنف تدريباته تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي استعدادا للقاء الداخلية في الدوري الممتاز. وخاض الفريق تدريبات بدنية تحت قيادة مدرب الأحمال في الفريق لتجهيز اللاعبين بدنيا بالشكل الأمثل. وألقى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك محاضرة فنية على اللاعبين واتكلم معاهم على ضرورة التركيز في الفترة الحالية لاستعادة الانتصارات في الدوري. وفريق رجال الكرة الطايرة بالنادي الأهلي توج بلقب السوبر المحلي للموسم 2023-2024 بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3-1 على صالة نادي اتحاد الشرطة الرياضي في الدراسة. البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال السكواش اتأهل للدور النهائي ببطولة ويندي سيتي بشيكاغو الأمريكية، والبطولة دي بيوصل مجموعة جوائزها المادية ل 250 ألف دولار للرجال وزيهم للسيدات. كمان اتأهلت البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتينج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات السكواش لدور النهائي ببطولة ويندي سيتي للسكواش واللي بتستضيفها شيكاغو الأمريكية. فريق مانشستر سيتي فاز على فريق لوتون تاون بنتيجة 6-2 في المباراة اللي أقيمت ما بينهم ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وبالنتيجة دي اتأهل فريق مانشستر سيتي للدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. كمان فاز فريق نيوكاسل يونايتد على بلاكرن روفرز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. وفريق بورنموث فاز على ليستر سيتي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وكده اتأهل فريق ليستر سيتي لدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وبنعود لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر مع مصطفى وبسنت. شكرا جزيلا لك يا هالة.